تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية الذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. هذا واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة، كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عدداً من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنياً على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك، لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك ولا نسمح بالمجاملة، عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، ما بتسمحش لا بكده ولا بكده، يعني انك لا تظلم ولا تجامل. طب المجامله حاجه، الاسم كويس والشيء كويس، مجامله ايوه، بس المجامله دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجامله، تاخد شكل تاني من الالفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسه العسكريه. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة.